غادي نهضروا واحد من دور اخر. هذا الفيديو رقم زوج، نواصلوا يعني الحديث عن المقابله نتاع البارسا مع فالونس، يعني مقابله الكل شافها. برومي ميتو ميت من طرف برشلونه، في اخطاء كثيره، تمرير عشوائي، طريقه لعب يعني بانال، يعني ما كاين جمل تكتيكيه، ما كاين لا لعب، ما كاين اسلوب، ما كاين والو، كاين تبادل كرات سلبي فقط. وفالونسيا جات بامكانياتها البسيطه ولعبها برا، وما نساوش بانه فالونس تحت المرتبه الثامنه، يعني لو كانت غلب وجايه تدي 3 بوان باش تاهل شي بطوله اوروبيه، ربما غير المؤتمر الاوروبي، ولما لا يعني الاتحاد الاوروبي. فلهذا جات بواحد المعنويات مرتفعه. البارسا في بلاده هو المطالب باش يدير مقابله جيده. ما نساوش بانه يعني المنافس المباشر ديالنا اللي تابعنا هي خيرونا او جيرونا، غلبت الماتش ديالها، فلهذا نحن مطالبين بالفوز باش نبقاو في الدوزيام بلاس، لان الدوزيام بلاس هي اللي تضمننا المشاركه في السوبر كوب الاسباني. الا ما تكرسيناش دوزيام حتى السوبر كوب الاسباني العام الجاي ما غاديش نشاركوا فيه، يعني الاموال اللي في السوبر كوب الاسباني ضعيفه بزاف، كاينه 8 مليون، هادشي اللي غادي يعطيوك، ما بقاتش في 8 مليون او بقات غير في المشاركه بعدا قالوا ديال بارسا شاركت، ايوا حتى هادي ما شاركوش فيها، يعني صعب. فلهذا كانت فالونس جات لعبت مع الكور، فالونس عندها اهداف، حنا كبرشلون عارفين الهدف ديالنا خصنا نكملوا لا سيزون دوزيام، ولكن الطريقه اللي كنلعبوا بها لا توحي باننا غادي نديروا شي حاجه. باقي مقابله، غادي الماتش الجاي غادي نتلاقاو مع خيرونا وتما نفضيوها، راكم شفتوا الماتش تاع لي خيرونا كي دارت لنا في بلادنا، علي هذا يعني امور غادي تصعب، غادي تصعب، ولكن هذا راجع يعني للمسائل نتاع سيزون كامله، مشاكل نتاع سيزون كامله. البعض يقول لك البارسا راه ما لعبتش مزيان حيت خارجه من واحد المقابله تاع كلاسيكو، مشات لها البطوله، تقصينا في الشامبيونز ليغ. هذا راه عقليه الهاوي، هو اللي كيلعب بحال هكا، الفرق الهاويه واه كتبقى فيه الصدمه وتبقى فيه كذا، ما كيلعبلكش صافي، كيخسر كل شيء سي فيني. ولكن انت راك بروفيسيونيل، واش بروفيسيونيل غير بالكلام او بالفعل؟ راه الفرق الكبرى راه عندها اهداف، عندها يعني راه مسائل كدور، ليس مجرد 3 نقاط، راه 3 نقاط راه ضروريه، لانه عندك اهداف خصك تسطر اهداف. راه حتى كلاسمون ديالك يعني في الدوريات الاوروبيه راه كيلعب دور، في القرعه نتاع الشامبيونز ليغ كيلعب دور، في مسائل كثيره راه باقي تسنانا، راه ماشي كملت لا سيزون صافي، راه خصك تكلاسا دوزيام باش تكون ثاني في النيفو نتاع القرعه، تكون دوزيام. ايوا لو كانت كلاس او تروازيام ولا كاتريام، راه غادي يبقاو يصنفوا جوج كبار وانت معاهم الصغير، يعني المجموعه اللي غادي طيح فيها في الشامبيونز ليغ المره الجايه غتكون صعيبه بزاف، غادي يكونوا على الاقل جوج فرق قويه، بصح من كلاس دوزيام كتكون انت الاول وتحطوا لك جوج فرق صغار، عندك لي زافونتاج. فلهذا لازم نكملوا الدوري في المرتبه الثانيه، اولا باش نشاركوا في السوبر كوب الاسباني، يعني غير بابا قال اودي واش هادي ما نمشيولهاش، عيب زعما هادي لو مشيناهاش. وثانيا حتى القرعه نتاع الشامبيونز غادي تكون عندنا حدود بعدا شويه، ما غاديش نكونوا سيري التات، مي غادي نكونوا دوزيامين، ماشي كيما تكون تروازيام كاتريام. اخي شحال من مره تيقول لك علاش ما تقدر تطيح البارسا مع جوج فرق كبار، راه تقدر الا تكلست انت الثالث ولا الرابع في البطوله ديالك، راه غادي يحطوك في الخانه نتاع الفرق الضعيفه، يعني راه عندك باقي لك اللعب، راه باقي اللعب، ولكن اللي كتشوفه في الميدان شيء اخر. هذا مستوى نتاع برشلونة، فالونس مكلاسيه الثامنه ولعبت معاك مقابله ديال العمر، لعبوا بشراسه بقوه باراده، مسطرين اهداف ديالهم بامكانيات بسيطه. واش الامكانيات اللي عند بارسا هي اللي عند فالونس؟ لا يعقل، علاش حنا ما نلعبوش بداك اللعب اللي لعبته فالونس؟ ماشي طريقة تكتيكية، ولكن كنهضر على النفسية، على العقلية، على الصرامة، على الشدة، على القوة، علاش حنا ما نلعبوش بحال هكا؟ قلت انا في ديبي سيزون قلت بان ما عندناش اللاعبين اللي يلعبوا هاد اللعبة، ومع ذلك كتجيني يعني اسئلة كثيرة كيقول لك لا انت يعني تكزاجير شوية، يعني تمشي بعيد انت في التشاؤم ديالك. انا لا اتشائم ولكن اقول الواقع، الوقائع. ها انتم تفرجتوا اليوم مع فالونس، هادي فالونس، شو كي دارت لنا فالونس ناقصه عدديا، برومي ميتو حنا ما كاينينش لولا الهدف، يعني صراحه لولا الهدف ما كاينينش. غارديان طايب فضايح كيدير لك،
دفاع هش. هذا هو اراوخو. اراوخو كان مابغاش يتعلم، شاك ماتش يدير لك بزله. قلنا بان اراوخو كيلعب بالعضلات ديالو، عقله ما بعيد على الكره، ما كيخدمش عقله. راه غير البارح درت لنا هاد الفالطه هادي مع باريس سان جيرمان، تعاود لها اليوم. حنا مدابزين نغلبوا ماتش وباغيين نقتلوا الماتش، انت ترد لنا الناس يعني اش تيقن تاني خطا انت حراس المرمى الهوات اش تيقن الله ينعل شي طرف كابيتان ديكيب هذا خطا ديرو خرجت الكره ديجاج البانو علاش باغي تهزها فوق وعلاش باغي تستعرض وعلاش باغي قلت لكم واحد الوقت بانه اللاعبين تاع البارسا كيلعبوا بواحد الطريقه كيلعبوا بواحد الاستهتار ما هذاك التوني اللي لابسينه غير همهم الوحيد هي الاموال والشهره ولعبنا في برشلونه ولكن يعني عجيب والله الى امر البارسا وصلنا لواحد المرحله نتاع ماشي الحضيض ولينا تحت الحضيض ماشي كرويا كرويا راح نعاد شادين مراك دوزيام راك كابت شويه واخا خرج من القاب وكذا تقدر واحد الموسم ديرو صفري ولكن دير موسم صفري بمجهود وتعرق وتتنافس وتتقاتل وتخرج بموسم صفري بعد تخرج بشرف احنا هاد العام لا لعب لا كره لا ما كاين والو كاين والو لاعبين مره يدير لك ماتش زين مره وسيزون كامله يفوتها حطب ومين تجي الهضره يقول لك اه قال لك واحد قال لك الا بعت اراوخو الا راك طالب ببيع اراوخو انت ما تفهمش كور اخويا انت فهمنا الكور هاد النهار اراوخو خطأين هدفين خطأين بهدفين الخطأ الاول تغطيه التغطيه ديال من ديالي انا اللي هرب لك انت يا هذاك اللي نفرض لك بحارس الشيكن واش تيكون دار الخطا لما نفرط فرط الاراوخو فرط لي انا وتجي تقول لي انت اراوخو يا اخوان يا اخوان قلت بانه ولا زلت اقول خليوا العاطفه في جهه وهضروا شويه بالعقل ومازال الناس باقيين لحد الان ما باغينش يستعرفوا باخطاء بعض اللاعبين ربما يحب اللاعب تبخيه ما قلناش لا ولكن من يدير خطا ايوا شفنا باخطاء نتاع الدفاع هذا النهار يعني كوندي انا ما شفتوش بريميتو نهائيا والبعض قال لك لا راه كوندي واحد بعد البارح واحد قالها لي قبل المقابله قلت له انا كوندي راه زعما ماشي دو راه خصنا واحد الفري دو لانه كوندي كي في دفاعيا يعني يتقاتل ماشي البوست ديالو يتقاتل بعدا كي يتقاتل ولكن هجوميا ما كيعاونش اليوم دوزيام ميتو عاون علاش نقص عدد نتاع فالونس بيان سور غادي يطلع ولكن ملي كنكون 11 11 كوندي ما كيطلعش لا يساهم في الهجوم قال لك انت مات كوندي راه ما بقاتش الناس تلعب بطريقه هجوميه راه الاظهره ما كيهاجموش يا كبا الاظهره ما كيهاجموش وعطاني مثال باللي راه السيتي ما كتهاجمش الاظهره اش كتقول ده السيتي ما كتهاجمش الاظهره اخي الكلاسيكو فاسكويز كان لاعب دو في الكلاسيكو ماركا لك بونت وجاب بيلانتي تقول انت الاظهره ما بقاتش قال لك لا الفرق الكبرى ما كتلعبش في الاظهر الظهير يبقى في الدفاع شو العقليه نتاع هذا راه شو سيبورت زعما شو كنحترمك ماشي راني كننتقدك ولكن شوف العقليه فين مشات ماشي عقليته هو باغي يغطي على كوندي لانه يحب كوندي علاش ما قلتش كاسيو كاسيو يضل الفوق ومن كتسول كاسيو في كيلعب كيقول لك لا راه كاسيو لعب سبعه يا ودي الله ينعس الشيطان كاسيو راه طروا كيطلع الله ينعس الشيطان الخوت راه السيستيم دو جو تاع برشلون يختلف اختلافا كليا على الفرق الاخرى راه هادشي اللي خصكم تفهموه راه طريقه اللعب تاع برشلون طريقه الكره الشامله حنا ما كنلعبوش ديك الكره لا 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 العاديه الدفاع الدفاع دو يبقى في دو راه داك الشيء كان في التسعينات دو يبقى دو طروا يبقى طروا شي ما كاينش اليوم اليوم الكره الشامله وحتى الفرق الكبرى كلها كتلعب بالاظهره كيجي يعني كيقول لك لا ما بقاش كره انا ما عرفتش فين راكو تفرجوا لا ما عرفتش هذا ليس شوف مانيش ننتقدك لانه راني عارفه بلي هذا متابع ديالي ما رانيش ننتقدك ولكن انا نعطيك واحد الفكره انك تحب لاعب فكتبقى تدبر له الاعذار لا ماشي هكا انت تبعو كره القدم تبعها بالعقل ديالك سيد عطا عطا مرحبا ما عطاش الله يعاون انا سيبورتير تاع برشلونه ولكن برشا ما تعطيش ما بقاش ندبر في الاعذار لا حيت كذا هو يا من يمال انا هاد النهار بلني اي دريبلي خصو يدريبلي علاش تدريبلي مين كتكون الفرصه قدامك قلع زيد اصاحبي اعطيه باس نمركيو بيه بونت اي دريبلي ورد لك الكره هاي الهجمه كشلها لنا او يدخل يدريبلي ومن يبينيتري يعطيها الكور ولا يضربها بالراول فعلاش كدريبلي دابا الدرب ديالك ما كنستافدوش منه لا نستفيد منه شيئا وشحال من مره كيدريبلي وهو قدام الكور ضرب اصاحبي الكره في كور ماركي بونت كان
يعني ما كنقولش ماشي لاعب، ولكن مازال خصو الخدمه بزاف. يمين يمر خصو الخدمه بزاف، خصو شي واحد يقابله، سينو هاد الولد هذا غادي يضيع، وغادي يكون عندنا واحد ليكزومبل تاع فاتي جديد. وعقلوا على كلامي جيدا، لانه كسافي طالقو يدير اللي بغا، ماشي هكا كسافي طلقو يلعب، ولكن وجهه السيد راه مازال صغير ما كيفهمش. هاكا تقول له دريبلي انت كتكون بعض المرات هجمه مرتده لبرشلونه كيهرسها لنا، يدريبلي ويردها للور، او يدريبلي ويدخل ما يعرفش ايروتري، مازال ناقص ما كيعرفش يدير لي ريتر، ما كيعطيش دي زاسيست، يعني قليل. فلهذا خص المراقبه تاع هاد اللاعب هذا. شوف من تكون الامور غاديه مزيانه حنا كنشكروا الفريق ديالنا، بصح من الامور تكون غاديه ماشي مزيانه نقولوا الحقائق، ما عندناش فريق هاد السنه، ما كاينش. وليكزومبل ها هو اليوم تاع فالونس، بريمي ميتو ما كايناش البارسا لولا الهدف، دوزيام ميتو فالونس لعبت ناقصه ضروري غتمتلك الكره، وها امتلكنا الكره في دوزيام ميتو وشدينا بوزيسيون د بالو، ولكن واش درنا بها بوزيسيون د بالو؟ باقي كنتحركوا ضعاف، باقي تقال، باقي ما درناش جمله تكتيكيه واحده. راه شوف الاهداف جات ركنيه او عمل فردي، جمله تكتيكيه تمركا فيها البونت ما شفناهاش كاع، وماشي غير في هذه المقابلات، مقابلات كثيره. اليوم فالونس ناقصه، ضغطنا ويوصل حتى للكور وتيريها تقول ما كياكلش الخبز، كياكلها ضعيف، يتيريها ضعيفه، فيليكس تيرا جوج تيرات ما كتاكلش الخبز اصاحبي. ليفاندوفسكي تا واحد تيرابه، كوندي اللي زعم شويه منها خرج فالونس كانت ناقصه، زعم بدا كيتيري مزيان مزيان، تزعم وتخرج من كونو 11 مع 11، يمكن التعليمات نتاع المدرب كتقول له ما يطلعش لانه ما عندوش مع صراحه فنيات، ما لانه لاعب مدافع، يعني هذا مدافع اللي كيديجاجي البال وماشي مدافع اللي يخترق ولا صراحه. ولكن يعني شويه كانسيو ملي شتو نتوما شي كانسيو، راه فين يا فين راه؟ راه فين يا مغرب التمرين نتاع البوت؟ لا انا ملي كنسمع الثمن ديالو 100 مليون انا كتجيني صدمه، هذه سوا 100 مليون؟ طوريس يعني طوريس يبغي ماركي، يبغي داك اللاعب الفردي. فيليكس اصاحبي واش سيج انت تكلف غادي تكلف النادي ب 80 مليون اورو بتخمنك باش تلعب ربع ساعه بديل، كيدخل بديل حتى كصافي عارف انا داك وجهدو ما يقدرش يعطيك اكثر، ما يدافع ما يهاجم ما انا بعدا هاد البارسا هادي هبلتني هاد العام، خرجت لي عقلي، وماشي غير هي راه حتى المشجعين خرجوا لي عقلي. انا تعرف واحد النوعيه نتاع لي كومونتير كيجوني، لا انت ما تبغيش ديونغ يا ديونغ اداره وصحفيين الناس كاملين عطاو لك لاليست ديالو هاد العام، قالك طايب انا عام كامل وانا نزقي وعام كامل الناس تنتقدني، ها هما في التالي خرجوا بانه تفاهمت الاداره والصحافه والاعضاء عرفوا بانه السيد طايب، قالك لا يساهم وعنده صالير كبير، هذا الشيء قلنا هنايا قلتو بالديبيدلاني عاد اليوم الاداره راه كتب، ونفس الشيء في مجموعه كبيره من اللاعبين، ومين كنقول لهم راه خص يخرج واحد اللاعب هاد النوعيه وي طرف شو كيجوني دي ميساج وانت وكذا. والله لا عجيب امر للمشجعين، يعني ما نمشيوش بعيد نبقاو في الامور تاع برشلونه، يعني البارسا بهذا المستوى هذا قلتها، قلت والله ما نديو كاس اتاي، وفعلا وصلنا لها والله ما نديو كاس اتاي، راه غير شويه ديال الحظ كان معنا في الشامبيونز ليغ هاد السنه، حيت نابولي طابت، لو كان كانت نابولي تاع عاملي في هذه البطوله كون قصتنا هي الاولى، راه ما كاين والو، راه لعب معنا شويه ديال الحظ، بصح ملي كتجي للمباريات المصيريه يسلخون بكل صراحه. ومين كنهضر هاد الهضره كيخرجوا لي بعض المشجعين تاع لي كاتالون اش كيقول؟ كيقول لا انت راك مدريدي غير لعبها علينا بارسا. والله العظيم لا كيما راني نهضر قالوها لي، قال لك اودي انت لا انت راك مشجع تاع ريال مدريد غير لعبها علينا بارسا. شوف الناس فين وصل بها يعني الحب الاعمى هو هذا، حنا كنبغي فرقتي ولكن ماشي بهذه الطريقه. فلهذا يعني البارسا هذه راه خصها خدمه بزاف، وانا كما قلت وعند كلامي هاد الفرقه كامله للزبل للزبل، قلت كوبارسي غافي هادو زوج يمين يامال واه خصنا نطوروا، يمين يامال خصو يتطور صافي، ابارسا كلشي البوبيل الا باغي الا باغي تولي في المنافسات وتولي الالقاب، سينو راه نفس السيناريو غادي تعاود لنا العام الجاي وشكرا.